لما تسير بطريق سيار النواب المحترمين محمد زمزم، محمد جيني، احمد قريقش، عزيز البار، محمد كريم، وجمال بنهير من فريق اتحاد الحركات الشعبيه. تفضلوا سي زمزم. شكرا سيد الرئيس. اولا سيد الرئيس بغيت كنطلب منكم تبلغوا المكتب والسيد الرئيس باش الا ما كانوش هاد الالات غيتصوبوا وهذا الشيء غادي يتقاد، مشيو ندربوا باش نشوفوا شي طريقه اخرى باش يمكننا نطرحوا الاسئله، لاناش تغيير بقاو جوج جوج في كل بلاصه. شكرا. سيد الرئيس، الساده الوزراء، السيدات والساده النواب، السيد الوزير، تعتبر الشبكه الطرقيه السياره من اهم المشاريع المنجزه لتسهيل التواصل وتحقيق سلامه السير بالطرق، وذلك لما تتوفر عليه من وسائل لحماية مستعمليها وتحقيق راحتهم، إلا أن هذا الاطمئنان يصطدم مع ما يشاهده السائق من مواشي ومارة وأحيانا رعاة على جنبات هذه الطرق، كما أن الرشق بالحجارة أصبح شيئا عاديا خصوصا في الأوقات المتأخرة من الليل، مما يزيد في عدد الضحايا، وهذا ما نقرأه في الصحافة الوطنية. وكل هذا يجعل مستعملي طريق السيار سيما الأجانب يتعجبون من هذه الحالة التي تستفحل سنة بعد أخرى، رغم أنهم يؤدون رسوم واجب المرور، خصوصا وأننا نتمنى الاعتماد على السياحة كرافد من روافد التنمية. وبناء عليه، وحيث أن شركة طرق السيارة ببلادنا قادرة على التخلص من هذه الوضعية بتكثيف المراقبة، ما هي الوسائل المعتمدة والمجمع اعتمادها لحماية طرق السيارة، وذلك تمشيًا مع الحملات الوطنية الدائمة للقضاء على آفة حوادث السير؟ وشكرًا. شكرًا الكلمة سيد الوزير. شكرًا سيد الرئيس. سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين، فهذه الظاهرة اللي تتعلق بتواجد عربات أو أشخاص الذي يجب أن لا يتم الوجود ديالهم على طرق السيار هي حقيقة ظاهرة مقلقة، وأخذنا بعض المبادرات المهمة في هذا المجال. أريد أن أذكر أن قدمنا أمام البرلمان وتم تغيير القانون ديال طرق السيار لهذا الأساس باش نكثروا من الوسائل القانونية لمواجهة هذه الظاهرة، بحيث أن قانون 489 ديال طرق السيارة قدمنا له تعديل اللي هو 21.03 لهذا الخصوص اللي تم المصادقة عليه مؤخرا، والذي يمنع ويعاقب كل الأنشطة التي تتنافى مع خصوصية استعمال طرق السيارة كبيع السلع على جنبها، كراعي المواشي، كركوب الدواب، واستعمال الدراجات العادية أو النارية الصغيرة، ومنع إركاب وإنزال كذلك، هذه واحد الظاهرة طرف الحافلات للمسافرين، وتنظيم عملية الإغاثة، كذلك عملية الإغاثة تم التنظيم ديالها بموجب هذا القانون، وجر العربات المصابة بعطب أو بحادثة. بعد مرور بعض الشهور لخروج هذا القانون، يمكن أن نقول أنه تجندنا لردع ولمنع فعليا هذه الظواهر، ولكن بنتيجة غير كافية، فلابد ما نشير إلى بعض الإجراءات التي تمت في هذا المجال هذا. أولا إجراءات وقائية لتتمثل في الصيانة المستديمة للسياجات على كل الشبكات بقرب المدن أو ضواحي المدن، المناطق اللي هي حضرية مبنية، تنبني وتنغيروا ذاك السياج اللي هو بالحديد بسياج بالخرسانة. ثم بعض القلع ديال الأعشاب على طول الطريق كذلك اللي تيساهم في هذه العملية الوقائية. وفيما يتعلق بالعمل الزجري، قامت مصالح الشركة إضافة إلى ما تقوم به الدرك الملكي أو فرق الدرك الملكي إلى حدود 31 دجنبر 2004 بمعاينة ما يزيد على 118 مخالفة، وقد تم حجز الماشية في العديد من الأحيان، وحولت المحاضر إلى وكيل الملك، وهذا بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي. كذلك
تم القيام بحملة تحسيسية وتربوية عبر وصلة إشهارية على الشاشة التلفازية بملصقات إلى آخره. يعني إحنا وعيين بالمشكل، الإجراءات قمنا بها، غيرنا القانون، صادقت عليه، ننفذ هذا القانون، نقوم بعملية تحسيسية، ولكن علينا أن نتجند ونتابع هذا المجهود حتى يتم إيقاف هذا الظاهرة. وشكرا. شكرا. هل من تعقيب سيدنا المحترم؟ تفضل. شكرا سيد الوزير. حقيقة اللي جيتوا به ربما كافي، ولكن أظن أنه كان مشكل ديال التطبيق. فالهدف الأساسي من طرح هذا السؤال هو جعل الطرق ديالنا السيارة أولا آمنة من كل أنواع الحوادث، ووسيلة للسلامة واختصار المسافات وتوفير الأمن. والتخوف ديال الناس سيد الوزير هو ضعف الثقة ديال المستعملين ديال الطريق السريع، ونحن نعلم أن مصير متابعة توسيع الشبكة الطرقية راهين والإقبال عليها راهين بهذه السلوكات. كذلك إلى كان في السبعينات السياسة ديال السدود أعطت يعني الثمار ديالها، فخص السياسة كذلك ديال طرق السيارة تكون إيجابية من الجانب الاقتصادي والاجتماعي، عوضة أن تكون وسيلة للتقتيل. فمثلا بين المحمدية والدار البيضاء ما كاينش يا با سوفيزامون دو باسريل باش الناس يدوزوا، وهذا كيضطروا على أنه يقطعوا الطريق. وكذلك كنظن أنه الدولة خصها دير واحد المجهود كما كدير مجهود مثلا فيما يخص القضاء على مدن صفيح، والحمد لله الفلوس كنظن موجودة كتفرق. كنظن خص واحد القيام بدراسة للحد من هذه المعوقات، يدرسوا فيها المختصين الوقوف على تسليم رخص السياقة، الحالة الميكانيكية ديال الشاحنات، وحنا كنعرفوا أن الشاحنات يعني أغلب الشاحنات كيشريوا قطع الغيار من لي فيراي اللي كيجيونا على برا، وما كاينش مراقبة لي بنور شابي اكسيترا. وكذلك تطبيق الأتمينة المقررة قانونيا لإسعاف السيارات المعطلة. استسمح سيد الرئيس. شكرا. شكرا للسيدات والسادة. لا ما بقاش لك الوقت، ولكن تفضل بسرعة. تفضل. لا تفضل سيدي. شكرا سيد الرئيس. فقط باش نشير الى ان فعلا نقوم بمجهود، ولكن التطبيق علينا ان نقوم بمجهود اكثر ومتواصل في هذا الباب هذا. فقط باش نقول ان يعني المشروع القانون المشروع المرسوم الاخير اللي خرج الحيز التنفيذ تيجعل انه استعمال يعني العجلات اللي هي عجلات بغرف هوائيه يعني بالشومبرير أصبح الآن غير مقبول لأنه تنفجر. ونذكر أنه 30% من عدد حوادث السير التي نراها على طرق السيار هو نتيجة يعني انعدام سلامة العجلات، ولذلك لازم استعمال الآن عجلات من نوع تيوبليس لأنها لا تنفجر وتحفظ حياة المواطنين، وخصوصا فيما يتعلق هذا لجميع العربات، ولكن خصوصا فيما يتعلق بوزن الثقيل. وشكرا.